مرحبا، اليوم رح نعمل اندومي مقلية شعرية مقلية. تمام، قلبت الموضوع. انا رح استخدم معها جزر حار مجفف، نص باكيت ماجي، مشروم يابس نقعته بالمي لصير هيك، كرفس، بصل، صوص الصويا، زيت الزيتون، ملح ونقطة حامض. اول شي رح نقلي، رح نحط شوية زيت زيتون، ننزل البصل بالجزر عشان نتنيه ونستوي شوي شوي معها. بس يضل شوي بديه مضمة البيت. بعد ما شوي يبس طرقت البصل والجزر لكتير مكونات الباقية. في ناس بديهم كلهم مع بعض، أنا ما بهم ما يستوي الجزر منيح، بتحبه مقرمش. هلا رح ضيف شوية حامض، رح ضيف صوص الصويا، طبعا حسب الرغبة فيكم تضيفوا فيكم حسب انتم بتحبوا المكونات. هلا رح ضيف بهارات ماجي لبنان، سوري الاندومي لبنان كلها. رح ضيف الزيت حبيب. ونضيف الصويا الأسود تبعهم غير اللي أنا ضفته، بيجي بالكيس كله. وهلا رح حط الأندومي، رح صب فوقه مي سخنة جاهزة مسخنتها. ما بنكتر المي علشان الأندومي تنشف مع المي الموجودة ببين مقلي عنا. تمام، وهيك بعد ما نشفت المي عندي صار جاهز، وهيك صار عندنا جاهز الأكل وريحته بتشهي. ويعطيكم العافية على المتابعة، وما تنسوني من الشير واللايك والسبسكرايب، والله معكم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك، بتدقوا الجرس، بتعملوا لايك، وشكرا لكم.